بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة رقم 3 من دورة الترجمة القانونية من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس. نحن الآن في شهر تشرين الأول 2016، نقدم هذه الدورة من خلال المجمع العربي للمترجمين المحترفين، شبكة المترجمين العرب. جميع تسجيلات هذه المحاضرة ترفع على اليوتيوب في وقت لاحق، وهي جميعها مسجلة بطبيعة الحال، لذلك سوف تظهر معلوماتكم الشخصية من ناحية الأسماء أو من ناحية صوتكم عند المشاركة الصوتية. ولذلك نطلب إلى أي شخص لديه تحفظ على موضوع ظهور صوته أو اسمه أو شيء من هذا القبيل أن ينظر بالأمر، ويمكنه أن يخرج الآن إذا أراد. مدة المحاضرات ساعتان، المحاضرة ساعتان. يمكنكم في أي لحظة أن ترفعوا اليد من أجل أن تسألوا أي سؤال، أو خانة الشات إذا كانت موجودة. حسب ما فهمنا البعض ليس لديهم هذه الخانة. نود أيضا أن نرحب بالأستاذ طه حجازي، وهو محامي مستشار متخصص، هو معنا سيصاحبنا في هذه الدورة في كل الدروس إن شاء الله، وستكون له مداخلات من حين آخر من ناحية قانونية ومن ناحية لغوية أيضا، في حالة كان هنالك بعض الأشياء التي لا بد من توضيحها، أو في حالة وجود خلاف بين ما نقدمه وبين ما هو متعارف عليه في الحياة العملية القانونية. لدينا بعض التمارين التي أخذناها من بعض الزملاء أو زملائكم، وهي الآن تطبيقات عملية تشخيصية. المقصود فيها أننا نريد أن نعرف ما هي المشكلة التي نريد أن نتجاوزها. فما هي المشكلات التي تواجه المبتدئ في الترجمة القانونية؟ هل هي أخطاء قواعدية نحوية؟ هل هي مفردات؟ هل هي أخطاء أسلوبية؟ أم ماذا بالضبط؟ ما هي الأخطاء التي يمكن أن تواجهنا في الترجمة؟ اخترنا لهذا السبب بعض الجمل البسيطة في الترجمة القانونية لنترجمها، وتفضلت ثلاث أخوات في ترجمتها من أجل أن نناقشها. ونذكركم أنها كلها مشروحة أصلا في فصول كتاب دليل التدريب العملي في الترجمة القانونية، المتاح على الإنترنت والمتاح بنسخته المطبوعة في السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية. لدينا هذه الجمل المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، وهي مأخوذة من قانون البلديات، لذلك سوف ننظر بالطريقة التي ترجمت بها، وسوف نرى إذا ما كان هناك أخطاء فما هي هذه الأخطاء، وكيف نحللها من الناحية القواعدية ومن الناحية اللغوية القانونية، لكي نعرف من خلالها ما الذي نحتاج إليه نحن في الترجمة القانونية. تسجل أموال البلدية غير المنقولة، هنا خطأ في العربية، هكذا وردت على كل حال، هي غير المنقولة وليس الغير منقولة، باسم البلدية. باسم البلدية نبدأ في الفاعل طبعا باللغة الإنجليزية. أموال البلدية، الأموال البلدية غير المنقولة، غير المنقولة معناها immovable. هنا ذكرت الأخت الفاضلة immovable money، وهي ترجمة صحيحة. إذن لا يوجد مشكلة على مستوى الكلمات، مستوى الاصطلاحيات. البلدية of municipal، الأخت الفاضلة ذكرت municipal، هذا هو خطأ والآن سوف نصلحه. إذن هذا الخطأ اسمه word usage، ويمكنكم أن تعودوا إلى كتاب building skills for the TOEFL الذي يحدد هذه الأخطاء، استخدام الكلمة غير صحيح أو شكل الكلمة word form وليس word usage. word form، municipal صفة، municipality هي الاسم. إذا نستطيع أن نستنتج هنا القاعدة التي وردت لدي الآن من تشخيص المشكلة، نستطيع أن نستنتج قاعدة فتقول يواجه بعض المتدربين أو المبتدئين في مجال الترجمة القانونية مشكلات في القواعد الخاصة باللغة الإنجليزية، والحل لهذه المشكلة أن نعرفها. فلا نكفي أن نقول إنها مشكلة قواعدية، إنما municipal هي صفة، municipality هي الاسم، هذا ما نسميه word form، والحل أن تذهب إلى كتاب building skills for the TOEFL، فهو يضع لدى الحل بذلك.
هناك شيء أود أن أذكره أيضا وأؤكد عليه بالنسبة لكلمة أموال. المال عندما يرد في القانون المدني لديه أيضا يعني تسمية أخرى غير كلمة مال money، وهي property، تسمى property أحيانا. ربما سنستشير الأستاذ طه بعد قليل بعد أن ننهي هذه الجمل الثلاثة، سنستشير الأستاذ طه في هذه المصطلحات وما هي معانيها، ما هي الفرق بين كلمة property و money. على كل حال، the immovable money of the municipality لدينا تسجل. تسجل هي فعل مبني للمجهول، أما shall register هي مبني للمعلوم، وهذا غير صحيح. فإذا هنا لدينا خطأ، هذا الخطأ اسمه بالقواعد verb form and tense، موجود في كتاب التوفل الذي ذكرناه. المفروض أن نقول shall be registered. باسم البلدية هناك on behalf of. On behalf of يعني نيابة عن، هنا نسمي هذا الخطأ word usage وهو موجود أيضا في التوفل. فهي إذا أردنا shall be registered in the name of the municipality. In the name of the municipality. طيب، لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود على البلدية. هي في الواقع ليست تعود على البلدية، أيضا هناك مشكلة لدينا في اللغة العربية. المفروض تعود للبلدية، تمتلكها البلدية وليس تعود على. تعود على لأنه معناها بالعربية to have recourse to، يعني أن تذهب وتطالب أحد في أموال معينة. No booking may be on movable money that belongs to municipal. مرة أخرى هناك عدة أخطاء قواعدية. بداية هناك خطأ في الكلمة. على مستوى الكلمة لا نستطيع أن نقول booking. Booking المقصود فيها أن تحجز مقعدا في مكان معين. هذا ما نسميه خطأ في الكلمات word usage، استخدام الكلمة، موجود أيضا في كتاب التوفي يشرح عنه. على كل حال سأحاول أن أترجمها بطريقة أخرى، أنه هي no immovable money. بما أنك ذكرت كلمة immovable، كما قلنا سنستشير الأستاذ طه في قضية immovable money، يعني هم تكون property والله أعلم. على كل حال no immovable money that belongs to the municipality may be seized. الأخوة الأفاضل، هنا لدينا word usage بكلمة seized اللي هي الحجز، وهناك عدة أنواع من الحجز. هناك attachment، هناك seizure، هناك أشياء distress كما ذكرنا في الماضي. نتمنى أن نعرف أيضا الفروق بين كلمة attachment و seizure وغيرها، ولذلك يجب علينا أن في هذه الحالة أن ندخل إلى جوجل، ليس جوجل ترانسليت طبعا، إنما ندخل إلى متصفح جوجل، فنقول على سبيل المثال seizure versus attachment، ويبدو أن هناك أشخاص آخرون سألوا عنها. هنا هذه ويكيبيديا تشرحها. Attachment is a legal process by which a court of law، محكمة، court of law ليست معناها محكمة التمييز هنا، إنما معناها محكمة قائمة بموجب القانون. At the request of a creditor, designates specific property owned by the debtor to be transferred to the creditor or sold for the benefit of the creditor. هذه والله قضية قانونية مالية. بمعنى آخر هناك عدة أنواع من الحجز. هنا attachment ليس معناها فقط حجز على ما يبدو منها التعريف هنا، إنما يعني أنها أيضا مصادرة كاملة وتحويل ملكيتها إلى الدائن، من المدين إلى الدائن، كما يحدث في البنوك عندما يتوقف ويعجز الشخص عن الدفع فيصادرونها ويبيعونها في المزاد العلني. يعني هذه على ما يبدو attachment. سيجر لها كلمة أخرى، سيجر يعني يضعون يده بمعنى آخر. وعلى كل حال الحجز بعموميته هي seized وسيجر إلى آخره. طيب، تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة واحد من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل منطقة البلديات، من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامات. طيب، الضرورة الضريبة المنصوص عليها، أريد أن أقرأ tax in part A from this، بدل from يجب أن تكون of this article، subjected to ليس فعلا، تخضع. إذا أردت الأخت الفاضلة أن تقولي فبدلا subjected to يجب أن تكون shall be subjected to. على كل حال the tax
أنا أولا أريد أن أترجمها الآن بطريقة ثم أترجمها بطريقة أخرى لنصلح الترجمة التي لدينا الآن. المنصوص عليها في الفقرة واحد، أنت لم تذكري كلمة المنصوص، the task، المنصوص، كلمة المنصوص عليها هذه موجودة في العربية. المنصوص provided for in. طيب السؤال الآن قبل أن نكمل صراحة أريد أن أعرف، طيب أنا لا أعرف كلمة المنصوص عليها، لا أعرفه، كيف أحصل عليها؟ بسيطة، نذهب إلى جوجل مرة أخرى، هذه المنصوص عليها وأضع أمامها كلمة بروز. بروز يعني هو المترجمون المحترفون لهم موقع اسمه بروز، ربما يفيدنا، ربما يفيدنا. هنا ليست مفيدة صراحة هذه النتيجة. طيب سأذهب إلى شيء آخر. سأذهب إلى موقع ستار سايت المترجم في الأمم المتحدة لأبحث أيضا على كلمة منصوص عليه، هل هي موجودة أم لا؟ طيب الآن نذهب إلى ستار سايت، ومن ستار سايت نريد أن نذهب إلى UN Conventions in Four Languages، إلى هنا نضغط عليها. The site cannot be reached لسبب أو لآخر، هناك مشكلة يمكن في الإنترنت، لكن طيب نبحث في عربيك هنا كلمة منصوص ونعمل submit، نرى إذا ما كانت موجودة أم لا. نعم المنصوص عليه، هذه الكلمة وردت الآن، وردت الترجمة إذن provided for in، provided for in، هذه الطريقة، هذه يعني طريقة جيدة في البحث وطريقة احتيالية جميلة، لكن لا بأس. منصوص عليها، هل هناك طرق أخرى؟ referred to in، لاحظوا هذه طريقة ثانية. الفروع المنصوص عليها ماذا هنا؟ أيضا يجب أن تكون موجودة، provided in، provided in. وبذلك لدي الآن عدة خيارات، provided for in هي صحيحة، هل الصوت مسموع؟ لأنه تظهر لي شاشة تقول أنه لا يوجد صوت. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع الآن؟ نعم هناك مشكلة كما قلنا في تذبذب الإنترنت. كان لدي مشكلة في الإنترنت فعملت إعادة إنشاء بعض الأشياء. هل الآن الصوت مسموع؟ طيب ممتاز، أنا أعتذر، لكن هي مشكلة الإنترنت لابد من أن تحدث. على كل حال تذبذب الإنترنت شيء يبدو أنه مصيري بالنسبة لنا، لكن ماذا نفعل؟ هذا ما يحدث لنا دائما. طيب أعيد الكلمات التي ذكرتها قبل أن تنقطع قبل أن ينقطع الصوت. نود أن نتأكد، هل الشاشة الآن ظاهرة لديكم أيضا؟ نعم شاشة الباوربوينت ظاهرة وحركة الماوس. طيب ممتاز، شكرا لكم. إذا تخضع، فاللغة الفاضلة ذكرت subject، subject لا تعني تخضع، وهذا هو خطأ بسميه بالتوفل خطأ في شكل الفعل verb form to the أحكام provisions. نعم صحيحة، of the قانون ضريبة الأبنية والأراضي، the buildings
and lands, tax, law. داخل مناطق البلديات يعني municipal، ربما نقول municipal buildings and lands. تاكسس متأكدا صراحة. In terms of معناها من حيث، كما تفضلت الأخت الفاضلة. أما بالنسبة للتخمين فهي ليست guessing، تخمين الأراضي وغيرها ليست معناها guessing. طيب تعالوا نبحث هنا، تخمين الأراضي، نكتب أمامها كلمة land، ربما نجدها هناك في الواقع. إذا ذهبتم إلى مديرية الأراضي الأردنية هناك مسرد خاص في الأراضي، لم نجدها، نكتب كلمة بروز مرة أخرى لنرى ما الذي لدينا. تخمين المجلس المحلي assessment، إذن هي assessment، هي التخمين هي assessment كما توقعنا. وهناك بعض المواقع التي تقدم لنا المصطلحات المطلوبة. على كل حال، tax law in terms of assessment، المراجعة reviewing review، لو قلنا الإعفاءات collecting، لكنها هي في الواقع collection. الإعفاءات ذكرت الأخت الفاضلة releasing، releasing معناها أعفاه من مهنته، من مهمته، أعفاه من الحضور، لكن الإعفاء المقصود فيها exemptions. exemptions أن يعفو الشخص من دفع الشيء. وأخيرا الغرامة، الغرامة هنا هذه مشكلة يعني من الصعب جدا أن نعرفها إلا من خلال القراءة المستمرة. هنا يجب أن نقول fines، مثلا عندما نقول بالعربية المرأة، موضوع المرأة وقضية المرأة وغيرها، نقوله بالإنجليزي women بالجمع. هذه من الأشياء التي تتطلب قراءة كثيرة من أجل أن نعرف معانيها. الآن انتهينا من تصحيح الجملة الأولى، الجملة الأولى انتهينا منها، الجملة الأولى والثانية والثالثة. سوف نطلب إلى الأستاذ الفاضل طه أن يتحفنا بموضوع المشكلة التي واجهتنا فيما يتعلق المال. الأستاذ طه، هل أنت موجود معنا؟ أستاذ طه، هل يبدو أنه ليس لديك؟ تفضل أستاذ طه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عادة كانت لدي مشكلة في الصوت. لا بأس، لا بأس. بالنسبة لموضوع الأموال، كما تفضلت، فالكلمة هي تستخدم property وليست money. money تستخدم للعملة، يعني الماني ككلمة تستخدم للشيء اللي هو عادة نقود، لكن ليس كل المال نقود. هناك أسهم تجارية، هناك يعني أشياء تعد غير ذلك، منها حقوق الملكية الفكرية فهي ملكية. فالأصوب والأصح هي property وليس الأموال. أنا لا أرى الشاشة الآن، عذرا. هل الشاشة غير واضحة للجميع؟ لا، هناك ترجمة لكن لا تظهر الشرائح. لا لا لا، مشكلة بالترجمة. هناك كلمة المال وفايند موجود أمامنا، authority properties. نعم. موجود الشاشة أمامك أستاذي. نعم، لكن أقصد شاشة ميمو كيو. الشرائح. لا لا، مو لا مشكلة. نعم. أنا أريد فقط أن أتحدث بالنسبة لموضوع البروبرتي. هي في الواقع أنا خزنت القانون المدني داخل هذا البرنامج ميمو كيو، وكان المترجم مترجم سوداني على ما أذكر، هو الذي وضع الترجمة. ذكر فعلا أن المال معناها property، وكنت أظن أن معناها المال معناها money، ولكن فيما بعد عملته property بناء على ذلك المترجم. ففعلا كما تجدون هنا في ميموكيو، النتيجة التي حصلنا عليها بالنسبة لproperties هنا هي جاءت من قانون المدني الذي ترجمه الأستاذ المحامي الذي ترجم القانون المدني. فقط أحببت أن أذكر قضية. نعم. التصديق لكلامك يعني. تفضل أستاذ. نعم نعم. لا عفوا، بالنسبة أرسلته من خلال المحادثة معنى الحجز، وهناك معنى الحجز التحفظي. نعم. أو الحجز التنفيذي في صلاحين precautionary and executionary.
التنفيذي وبريكوشنري التحفظي. نحن كمترجمين نكون حتى كمحامين نكون حريصين على عدم استخدام كلمة إلقاء applying، لا نستخدمها حتى لا تشكل مع كلمة أخرى وهي إبقاء. فنحن نكون في اللغة العربية دقيقين، فلا نستخدم كلمة إلقاء الحجز التحفظي، وإنما نستخدم إيقاع الحجز التحفظي حتى لا تشكل مع كلمة أخرى باللغة العربية ربما تكتب باليد. نحن من خلال عملنا في المحاكم لا نكتب هذه الأمور بشكل، يعني بشكل كلمة إلقاء، هي في القانون إلقاء الحجز على أموال مثلا المدين أو المحكوم عليه، لكن لا نستخدم كلمة إلقاء حرصا على أن لا تشكل أو يعني أن لا يلتبس القاضي فيفهم أنها إبقاء الحجز التحفظي أو إبقاء الحجز التنفيذي. طيب أستاذ، هي هذه سيجر إحدى مظبوط؟ هي المستخدم سيجر لديكم سيجر، نعم نعم. سيجر، نعم نعم سيجر، نعم هي هذه هي الأدق، وهو حجز تحفظي وحجز تنفيذي. أنا أستخدم بريكوشنري، نعم بريكوشنري، نعم. الآن بالنسبة لي قلنا كلمة أخرى، قلنا money immovable هي صحيحة، movable and immovable property، البلدية هي كذلك أيضا صحيحة، نعم. إيقاع الحجز هذه أيضا كلمة صحيحة، كنت أريد أن أقول شيئا آخر لكنني نسيته. attachment، والله بقيت لدينا كلمة attachment حسب ما فهمنا من ويكيبيديا. كلمة حجز عندما نعم نقول attachment يعني تفرق عن الحجز سيجر. فأنا إذا أردت مثلا أن، كما حدث مع أخي في إحدى المرات، أردنا، لدينا كان 300 دينار على محل، وكان ذلك المحل يرفض أن يدفع المبلغ، فأوقعنا عليه الحجز نعم عن طريق المحكمة. بمعنى آخر أن هذا يعني الأملاك كان محجوزا عليها، ادفع النقود لنرفع الحجز. لكن حسب ما فهمنا الآن بالنسبة لكلمة attachment، فattachment أن الحجز ليس قد صودر وحول للمدين، للدائن عفوا، للدائن، أن الدائن لم يستطع أن يحصل على أمواله فحجز على المبلغ، على الشيء، وأصبح من ملكيته وباعه، وهذا كان أساس attachment. فماذا هذا يسمى الحجز؟ هذا النوع الحجز ماذا يسمى؟ هو التنفيذي، هذا هو الحجز الحجز التنفيذي، التنفيذي. الحجز آه، التحفظي، الحجز نعم هذا هو التنفيذي الحجز executive التنفيذي، seizure، يعني هي هو معناها ذاته، لا ليس attachment يعني. attachment. attachment لا تعني إطلاقا، لا تعني الحجز التنفيذي. ماذا يحدث؟ سأشرح إذا سمح تفضل. الوقت. نعم تفضل الحجز معك. التحفظي عندما يقيم الشخص دعوة معينة ويخشى أن يحاول المدين أو أن يقوم المدين بتهريب أمواله كي لا يحكم عليه بمبلغ معين فتصادر أمواله وتباع، فيقوم الدائن بإيقاع الحجز على أمواله تحفظيا. ما معنى تحفظيا؟ أي خوفا من تبقى أن هذه يهرب الأموال، يعني. تبقى هذه الأموال قيد الحجز ريثما تنتهي الدعوة ويثبت الحكم أو لا. طبعا هذا الحجز التحفظي يقتضي أن تكون هناك كفالة يقدرها القاضي، بينما الحجز التنفيذي لا. الحجز التنفيذي نحن مضينا في الدعوة وتم صدور الحكم وهذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية، ثم يذهب الدائن أو صاحب الدعوة أو المدعي يذهب إلى التنفيذ، دائرة التنفيذ، ويطلب تثبيت الحجز التحفظي وتحويله إلى حجز تنفيذي، أي تغيير صفته من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي. ماذا يعني الحجز التنفيذي؟ أي أنني أنا كمدين كدائن آسف أريد أن أستوفي ديني من أموال المدين العينية أو النقدية، إذا نعم كان هناك حجز على أرصدة سنستوفيها وهذه سهلة، لكن العقار يحتاج إلى بيع والمنقولات تحتاج إلى مزاد علني وبيع أيضا، وهكذا. هذا ما يجري في المحاكم باختصار. نعم شكرا لك أستاذ طه، وننتظر إن شاء الله في الشرح القادم يعني تعليقاتك التي نشكرك عليها. شكرا لك أستاذي. بارك الله فيك. أعتقد محمد، هناك سؤال من محمد، تفضل أستاذ محمد قبل أن أنتقل للشريحة القادمة، تفضل. نعم أستاذ محمد، بالنسبة لترجمة الجملة الثانية لا يجوز، عفوا ممكن الشريحة السابقة، أيوة نعم، لا يجوز على الأموال غير المنقولة أن تعود على البلدية.
كان مكتوب no immovable money that belongs to the municipality may be seized ولا may not be seized. لحظة أنا أبحث عن الشريحة صراحة لأنه هذه هي أستاذي هنا شريحة 32 may be seized. نعم no immovable money may be seized يعني لا يجوز حجز أي أموال للبلدية. يعني ما السؤال عفوا ما لم أفهم السؤال. السؤال كان may not be seized ولا may be seized. may be seized لأنه لدينا no في البداية فإذا may be seized في النهاية. أوكي. طيب. أهلا وسهلا بكم محمد. كما ذكرنا بالنسبة لكلمة أنا لم أغير immovable money تركته على حالها فقط من أجل أن أدعوكم للبحث أكثر لأن هي المفروض أن تكون property تستخدم immovable money لم نختلف ولكن القانون والمحامون يعني المحامين يتفقون على شيء قد يختلف على ما هو دارج. أستاذ طه هل هناك ملاحظة أخيرة يعني تريد أن تذكر أم أن اليد مرفوعة بالغلط؟ تفضل أستاذ طه. ألو تفضل أستاذ طه. أشكرك أستاذ محمد. تذكرت الكلمة وهي التخمين. التخمين لا نستخدم نعم لا نستخدمها نحن نستخدم evaluation. أوكي طيب. Evaluation هو التقدير أو التخمين. نستخدم هذه عندما نقول أن الخبير يأتي ليقدر الأضرار أو يخمن قيمة العقار أو يثمن قيمة العقار فنقول evaluation استخدام قانوني. طيب شكرا لك أستاذ طه بارك الله بك. هو في الواقع كلمة assessment لها أبعاد باللغة الإنجليزية سوف نناقشها ربما فيما بعد. هناك فرق كبير الآن بين استخدام assessment و evaluation وأستاذ طه يمكن تتفق معي هناك مشكلة صراحة خطيرة بالنسبة لنا في المصطلحات الفروقات بين المصطلحات الأمريكية والبريطانية والأسترالية وغيرها. في أمريكا يستخدمون كلمة assessment بمعنى أن يخمن ما يحدث دون أن يتدخل به أما evaluation فيتدخل به ويحاول أن يقدم الحل. وعلى كل حال الموضوع يعني يحتاج إلى بحث كبير جدا لأن الوضع مصطلحات القانون ليست دائما جيدة. على كل حال النقاش ما زال مستمرا وسنعود على كل شيء يعني في وقته لكن الآن ننتقل إلى الشريحة القادمة. تذكروا أننا الآن نريد فقط أن نحدد شيئا قبل أن ندخل في النظريات ونتعبكم فيها مجددا. النظريات هي كيف نقول كذا وكذا وكذا. نريد الآن أن نقول ما هي المشكلة لدي إذا ما كنت أنا مبتدئا في الترجمة القانونية. إذا كانت لدي مشكلة فيجب علي أن أعرف ما نوع المشكلة وما هو الحل الذي يمكن أن يكون المشكلة. في الشريحة السابقة تحدثنا عن مشكلة الفعل شكل الفعل وهي مشكلة لغوية. تحدثنا عن كلمة immovable money أو immovable property وهي مشكلة اصطلاحية. تحدثنا عن مشكلة shall be registered مشكلة فعل. تحدثنا عن استخدام الكلمات في كلمة municipality أو municipal هو word form. هذه كل الأشياء موجودة هي مشكلات قائمة كل الدنيا تعاني منها والحل أن نذهب بالنسبة للناحية اللغوية الناحية اللغوية مثل word form usage إلى آخره. نذهب إلى كتاب TOEFL bringing building skills for the TOEFL. أما بالنسبة لموضوع الأشياء الفنية الخاصة بعلم القانون هنا وفنه فلا بد من أن أسأل أصحاب الفن ولهذا السبب يعني نحن نستشير دائما هنا الأستاذ الفاضل طه حجازي وهو مشكورا يساعدنا في تفهيمنا أشياء كثيرة نحن لا نعرفها كلغويين ولا نعرف الفرق بينها ونحن لا نعرف أصلا ما معنى assessment و evaluation لكننا لابد لنا أن نسأل المحامين لكي يساعدونا في هذه الكلمات. هنا بالنسبة لكلمة attachment المذكورة في الإنجليزية يستخدمونها في الدول الغربية بمعنى أن يحجز على الشيء ويبيعه ويصادره إلى آخره لكن لاحظوا أن الاستخدام في اللغة العربية يختلف تماما هو الحجز التنفيذي executive seizure وهذه من الأشياء المطلوبة. هل يوجد أي سؤال؟ أنا أحتار بالمستخدمات نعم. ندى تسأل ندى إحدى التي شاركت في هذه التمارين التي قدمناها ولها أن تسألنا بكل بساطة أنا أحتار باستخدام المفردات وأي مفردات صح. والله يا ندى ليس أنت وحدك تحتارين في ذلك أنا أحتار وكلنا نحتار كما رأيت الآن ذكرت بعض الكلمات وصلحني أستاذ طه في بعض الأشياء لأنني أنا نفسي لا أعرفها فهذه مشكلة لا حل لها إلا القراءة ثم القراءة ثم القراءة. ننتقل إلى الشريحة التي تليها ونذكركم مرة أخرى أن الهدف هو الوقوف ما هي مشكلتي. أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال أنا كمبتدئ ما هي مشكلتي.
وما هو حلها؟ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول يقتطع ويحول البلديات من 56% من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية والمستوردة والمنتجة في المملكة. الآن على الرغم مما ورد في أي تشريع قادم، ندى أعتقد أنت اللي ترجمت هذه الكلمات أم شخص آخر؟ من الذي ترجم هذه الشريحة؟ لديك ندى و ومسرات، وأيضا لدينا نعم ندى إذا التي ترجمتها، ندى وآمنة ومسرات ترجموا هذه الجمل. طيب despite، الآن أريد أن أصلح بعض الأخطاء القواعدية لو سمحت لي. لا نقول despite of بل نقول despite بدون of. سوف أعمل نسخ للجملة لكي تتمكن من الرجوع إليها دون أي إشكالية، وهذا خطأ نسميه بالsubordination، يستخدم subordination. أرأيت يا ندى؟ ندى هذه يسمى subordination mistake ومشروح في كتاب توفل. ما المقصود بكلمة بصعوبة يا ندى؟ في الشات تقولين بصعوبة، لم أفهم عليك. إذن despite what mentioned، what mentioned إذا كان لابد أن تقولي ما ورد فهي was mentioned. هنا خطأ بالword form. In any other legislation، نعم بصعوبة ترجمتي الجمل، لا مشكلة لا مشكلة. About هنا بالنسبة للقانون يا ندى والأخوة الكرام، عندما تقول about يعني تقريبا، والقانون لا يوجد فيه شيء اسمه تقريبا وغير تقريبا، هنا ما نسبته يعني exactly، فإذا نحذف about لأنها exactly. 50% لا داعي لتكتبي percentage لأن ذكرتي 50%، وهنا word usage لدينا مشكلة اسمها word usage of the fees، الرسوم معناها لا بأس fees، ضرائب معناها taxes، obtained from هلأ قواعديا صحيحة ككلمة لكن استخداما غير صحيح لأنه مستوفى عن، مستوفى عن obtained from المستوفى عن، كيف نقول مستوفى عن؟ هل نقول accrued from؟ هل نقول collected from؟ دعونا نبحث. هذه كلمات أحيانا أنا نفسي أشعر بغرابة أحيانا فيها، تمر علي كثير من الأحيان وأنسى. deduced from، deducted from، المستوفى من، ونبحث في بروز لعله يقدم لنا شيئا. مستوفى من، نعم تحصيل الرسوم المستوفاة من، على ما يبدو أنه لا يوجد في بروز هذه المرة. الرسوم المستوفاة ماذا بالنسبة لي؟ ماذا لو كتبنا كلمة collected؟ duties collected، رسوم جمركية duties، طبعا هذا شيء آخر. لو ماذا كتبنا؟ لو كتبنا fees مثلا، طيب على كل حال إذا ما كنا لم نعرف في هذه الحالة نبقي الكلمة على حالها، هي أحيانا لا تخطر ببال الكلمة كيف تكون. from المشتقات النفطية المستوردة، from imported petroleum products، للدقة derivatives المار تقول أن أفصل deducted، أنا أعرف ولكن صراحة لست متأكدا، وما دام أنني غير متأكد أبقي كل شيء على حاله. لا لست متأكدا، فلماذا أقول لكم نقول كذا أو كذا ولا نعرف إذا كان ذلك صحيحا، فنقيها obtained from or produced in the kingdom from petroleum. هنا لدينا word order اللي هو ترتيب الكلمات، يجب أن تكون هنا imported into the kingdom or produced in the kingdom shall be deducted and transferred to the municipality to municipalities. طيب الآن بقي آخر شيء فقط أصلحه لك يا ندى، وهي أنه despite
هذه لا نستخدمها بالنسبة للقانون، وهنا نأتي إلى الناحية الفنية، لأن أهل الفن سيقول لك كلمة على الرغم من، على الرغم من نقولها بالإنجليزي not with standing، هذه الكلمة التي يجب أن نحفظها وهي مختصة في القانون not with standing. إذا أردت أن تتأكدي يمكنك أن تذهبي إلى مرة أخرى إلى ستار سايت، ومن خلال الستار سايت نستطيع أن نذهب وننظر إلى استخدام كلمة على الرغم من UN Conventions in Four Languages. ندى، هل أنت تتابعيني؟ الأخوة الكرام، هل تتابعونني بطريقة البحث؟ الرغم، كلمة الرغم، ننظر إلى الرغم. طيب ممتاز، نبحث على الرغم، هاي هي كلها الرغم. Notwithstanding، على الرغم من Notwithstanding، Notwithstanding هنا مكتوب although لكنها أمر آخر طبعا هنا. بقية الأشياء كلها Notwithstanding، بالرغم من أنه، بالرغم من أنه هي غير على الرغم من، شيء آخر تمام. فهذه هي الكلمات. علينا إذن أن نعرف ما هي العبارات التي يجب أن نحتاج إلى ذكرها. تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن، يعني تستوفى وليس تستوفي، تستوفى هذا خطأ، بالأصل هكذا جاءت، عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية. find obtained ليست out of إنما from، found obtained from، إذن from traffic violations هي في الواقع ليست القانون، إما هي من الفيوليشنز يعني، ف health and municipality violations. إذا لماذا لا تدمجيها ما دام أن يعني ندمجها كلها؟ فنقول traffic health and municipal، هنا صفة طبعا، violations shall be deducted and not، ليس shifted، shifted معناها تنقل ب على العربة أو غيرها، and shall be deducted and transferred، تحول يعني مثل الأموال تحول to municipalities، خطأ في الكلمة municipalities. فإذا الأخوة الأكارم، أنا إذا كنت مبتدئا بالترجمة القانونية لدي هذه المشاكل، لا أقول لنفسي أنا لا أصلح للترجمة، بل أقول أنا لدي مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ هل هي مشكلتي في القواعد؟ نعم، هناك مشكلات في القواعد كما ذكرنا قبل قليل، وهي word form، word usage، verb، tense and form، subordination بالنسبة لـ despite وغيرها، وهذه كلها مشروحة في قانون في كتاب التوفل، تستطيعون أن تعودوا إليه لدراسته إذا أردتم. ثم لدينا بعض الأشياء التي تتعلق بأهل الفن كما قلنا، فعلى الرغم من، أهل الفن في هذا المجال يقولون notwithstanding، فنلتزم بها ولا نغيرها أبدا، نلتزم بما قالوا. كيف عرفنا أن أهل الفن يعرفون ذلك؟ هو بكل بساطة أننا نضع سيرش في ستار سايت أو غيرها على كلمة على الرغم من ونحصل على ذلك. والآن لدينا، هل انتهينا من الجمل يا ندى بالنسبة اللي كتبتيها، أم هناك جملتان على ما أعتقد، أم انتهينا من جملك ندى؟ هل هذه الجمل لك؟ يسمى هذا القانون، انتهت. طيب إذا انتهت، أنا أود أن أسأل ندى الآن لو سمحتي، سأعطيك المجال للحديث في الميكروفون لتحدثين عن أمر مهم أود أن أسألك إياه الآن. ندى، السؤال يقول لك، لماذا استخدمت كلمة شل؟ لاحظت أنك استخدمت كلمة شل، فأود أن تشرحي لنا وللإخوة الأكارم هنا ما هي استخدامات شل، وكيف عرفت أن هي شل، يعني هي التي تستخدم. تفضلي ندى. هل أنت معنا ندى؟ تفضلي الميكروفون. الله يعافيك، أهلا وسهلا، شكرا لك على ترجمة الجمل، وسؤالي كان واضحا. أود أن تفسري لنا جميعا وللإخوة الكرام ما هو السبب الذي يدعونا استخدام كلمة شل مع الفعل. تفضلي.
شال مع الفعل لأنه هي اللي مستخدمة في القانون، اللي دائما تعطي فعل بمعنى يجب، ماي أو شال. طبعا هذا اللي مرة حضرناه معك في المحاضرة وموجود مشروع في الإطار. نعم، شكرا لك يا ندى، بارك. نعم، إذا هذا هو السبب. هو في الواقع شل تستخدم عندما نتحدث عن الإلزام في القانون بمعنى يجب، فنستخدم شل في اللغة الإنجليزية. طيب بالعربية هل تذكرين كيف تكون الإلزام بأي صيغة بالعربية؟ يعني هي يبدأ بفعل يجب. بالفعل، لا بدون يجب، هو فعل مضارع يكون عندما نستخدم الفعل المضارع. نعم صحيح، نعم فعل المضارع. طيب شكرا لك ندى، يبدو أنك يعني قرأت الكتاب وعرفت أنه شل يستخدم بذلك، وهذا شيء جيد جدا طبعا. أنا والله تتوقع مسألة التطبيق، يعني هلأ في كثير القواعد إحنا درسناها، بس تطبيق القواعد أحيانا عم بيكون كثير صعب، ولهذا السبب نحن نادينا عدة مرات في الجامعات أن يدرسوا. بفتح القاموس بس بيطلع لي 100 مفردة، فبحتار إيش أختار، يعني إيش هي الكلمة اللي تعتبر هي هي القانونية. نعم، لا يعني لدينا مشكلة المصطلحات كلنا نعاني منها والله يا ندى، لا نحتاج إلى القراءة، وهذا الشيء يعني مضطرون عليه، يعني مجبرون، أخاك لا بطل. أما بالنسبة لموضوع الصياغة اللغوية فهناك قواعد لا شك بها، وقد نادينا عدة مرات بأن يكون هناك، أنا ناديت شخصيا يعني وليس بصفة لأي شيء، لكن شخصيا كنت أطالب دائما أن تكون هناك في الجامعات مراعاة لكتاب Building Skills for the TOEFL، لأنه يعلم كل الأخطاء التي نخطئ فيها بالنسبة للناحية اللغوية. شكرا لك ندى، ونتمنى أن نرى مشاركاتك في المرات القادمة أيضا. الآن نستمر إلى النص الثاني. أعتقد أن من الذي ترجمه عفوا من الموجودين؟ هل ترجمته مسرات أم آمنة؟ آمنة أنت اللي ترجمت هذا المقال؟ لا بس على كل حال أعتقد أنها مسرات وهي غير موجودة معنا على ما يبدو، فنبحث إذن في مسرات موجودة. هل أنت ترجمت المقالة الجمل هذه؟ أوكي، أتمنى يكون صوتي مسموع على كل حال. طيب، يسمى هذا القانون قانون البلديات لسنة 2015، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. This law is called the Law of Municipalities of 2015. It will be worked on it from the date of its publication in the official newspaper. آمنة، أعتقد أنت الذي ترجمت هذه الجملة. آمنة، أليس كذلك؟ طيب. نعم، آمنة هي التي ترجمتها. آمنة أنت معنا؟ لا بس، طيب. سوف نصلح أولا الأخطاء اللغوية. This law is called، لا مشكلة لدينا. The law، يجب أن تكون هذه حرفا كبيرا هكذا. Of municipalities of 2015، بعد ذلك يجب أن أكون هناك نقطة، وأن تكون هناك جملة جديدة. لا يوجد لدينا will، إنما لدينا مرئكم it shall، ويعمل به، يعمل به it shall be effective. من تاريخ، من تاريخ لا تعني on، من تاريخ from، يعني from إذا مكتوبة from effective from the date of its publication in the official. الجريدة لا نسميها newspaper إنما نسميها gazette. لقد تعمدت بوضع هذه الجملة من أجل أن أثير نقطة أساسية، وهي أننا هذه الجمل لا نترجمها بهذه الطريقة. على كل حال ما نفعله هو أننا نحاول أن نبحث عن ترجمة معتمدة لهذه الجملة التي تتكرر في كل القواميس. دعوني أنظر إلى هذا، نعود إلى ميموكيو مجددا، وسوف أعرض عليكم بميموكيو. لا أعرف لماذا لا يشتغل ميمو كيو. سوف نعرضه على ميمو كيو. لدينا مشكلة في برنامج ميمو كيو، سوف أغلقه وأفتحه مجددا من أجل أن نعمل عليه. هناك خطأ يبدو، لا أعرف لماذا.
لا بس سيظهر. سيظهر لنا بعد قليل. فإذا هذه القصد يعني بأن هذه الكليشيهات والعبارات لا نترجمها، إنما نحاول أن ننسخها نسخا، ننسخها نسخا من أماكن أخرى. فنحاول أن نكون، على كل حال أوفيشال جازيت هي معناها الجريدة الرسمية. يكون الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المعاني إلى آخره. هذا أيضا، هذه عبارة تتكرر بانتظام، لا داعي لأن نترجمها، بل نحاول أن ننسخها من أماكن أخرى. هذه هي طريقة ترجمتها. بمعنى آخر، أنني لا أترجمها كما هي، بل أبحث عن شيء مشابه في القوانين الأخرى وأضعها لكي أريح نفسي. The following words and phrase على كل حال هي صحيحة. Whenever mentioned in this law shall have the meaning. أنا لا أقول the following meaning. The meanings assigned to them here under. Unless لا نقول indicate the presumption otherwise. إنما unless otherwise indicated. ما لم تدل القرينة على غير ذلك تقول unless the context. القرينة هي context بالإنجليزي. Unless the context indicates other. هل المشكلة بالشاشة؟ يبدو والله لا أعرف إذا كانت هناك. هل الشاشة واضحة؟ المفروض أن تظهر يعني باوربوينت. لا أعرف. طيب نحاول أن ننظر إذا كان سوف نحاول أن نضع العبارات التي ذكرناها مثل هذا، نرى ما يمكن أن يقدمه ميمو كيو لنا. وإذا أردتم خلال هذه اللحظات أن تسألوا أي سؤال، رجاء أن تسألوا. سوف أضع العبارة وأنظر كيف ترجمناها من قبل في القوانين. هذه الذاكرة التي لدي وضعت فيها عدة قوانين، فلننظر. لاحظوا أن يعني أن البرنامج فيه أشياء كثيرة، فيه شغلات عن النفايات الخطرة وغيرها، لكن التشابه كبير يعني. فهنا مثلا This law shall be called the كذا regulations on the management of handling إلى آخره. نبحث عن شيء آخر. This law shall be called the competition law for the year 2004 and shall enter into force. فهنا أعرف أنني أستطيع أن أقول يدخل حيز التنفيذ أو النفاذ، هي enter into force. طيب ماذا بالنسبة لهنا؟ هنا لدينا it shall enter into force as of its publication in the official gazette. لاحظت أشياء شبيهة في الجملة التي لدي. لدي أشياء كثيرة هنا في عدة قوانين. This law shall be called the civil code for the year 2015 and shall enter into force as of إلى آخره. هذه أشياء نحن حفظناها، لكنك إن لم تعرفها يمكنك أن تستعين في برنامج ميمو كيو باستخدام الذاكرة الصحيحة. الفقرة التي تليها أو الشريحة التي تليها، بداية هل هنالك أي سؤال؟ هل تذكرون السبب الذي من أجله وضعنا هذه التمارين أو نشرح هذه التمارين؟ نريد أن نجيب على سؤال واحد. ما هي مشكلتي في الترجمة القانونية؟ هل هي مشكلة لغوية؟ هل هي مشكلة في الكلمات؟ هل هي مشكلة بالفن أو الأسلوب؟ وإذا كان كذلك فكيف أحل هذه المشكلة؟ طيب لقد مضى تقريبا